دول نيلي وشريان، بنتين مولودين في نفس السنة ونفس الشهر، بس الاتنين حياتهم مختلفة خالص عن بعض. الفرق بين نيلي وشريان زي الفرق ما بين برج القاهرة وبرج الأمل اللي في الطلبية في فيصل. نيلي بتنام في سرير كبير في أوضة أكبر في فيلا أكبر، شريان بقى عايشة في حارة صغيرة في أوضة أصغر في سرير أصغر. نيلي تقدر تقول عليها من كريمة المجتمع، بنت مرتاحة بتاخد وقت طويل عشان تقوم السرير، وقت أطول عشان تفوق، لكن شريان بقى ما عندهاش وقت، يا دوب تقوم من النوم تشرب كوباية الشاي وتفطر وتصطبح، ولازم تكون برا بيتها الساعة 7:30 عشان تلحق الميكروباص وتروح شغلها. نيلي بتاخد وقت طويل عشان تختار هتلبس ايه النهارده من البراندات اللي عندها، وشريهان برضو نيلي بتختار لبسها على حسب مودها النهارده عامل ازاي، وشريهان برضو بتختار لبسها على حسب ريحته النهارده عامله ازاي. نيلي وشريهان عمرهم ما شافوا بعض، بس النهاردة اليوم اللي حيتقابلوا فيه وحيكون نقطة تحول في حياتهم هما الاتنين، حيبقى يوم تاريخي وهما الاتنين مش حينسوه. نسيت أقول لكم، هما ولاد عم، أحفاد مكاوي أبو الخير الشهير بميكي. توكيل بالإدارة ولا توكيل بالبيع؟ لا توكيل بالإدارة يا فندم. طيب يا فندم، لو توكيل بالإدارة يبقى لازم صاحب العين يجيب نفسه. طب ما أنا أخو صاحب العين يا أستاذ. لا يا فندم ما ينفعش، لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه. حضرتك أنا جيت لك الصبح وما قلتيش الكلام ده يا فندم. يا فندم بقول لحضرتك لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه، يبقى ما طلعش عينه أنا بقى، اتفضل امشي. يا بنت الطعمية دي، هي مالها مجنزرة كده ليه؟ اوعي تكوني ناوية تسميني. مالها يا بنت الطعمية، مش عجباكي؟ مش مرتاحة لها، طعمها بايت. ما هي بايتة فعلا، جبتها امبارح وانا راجعه من الشغل. قال لي هي الساعه كام دلوقتي؟ 1:30. في لهوي، انا لازم امشي. بقول لك ايه، لو تستجدعي معايا بس وتغطي يعني مكاني كام ساعه دول، ولو المديره سالت عليا قولها اتحصرت فدخلت الحمام. احنا ستر وغطى على بعضينا، بس الشياكه دي رايحه فين؟ هلحق الشغل التاني. طب ومصالح الناس؟ انا مالي ومال مصالح الناس؟ مصلحتي انا ابدا. يلا يا بيه عند مدام هناء. يلا يا بيه. وليه النادي زحمة كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش علي خش. ايه لا، ايه العربيات الكبيرة دي؟ تعال كده، ايه خش ارجع ظهرك بقى، تعال خش خش تعال. هو في ايه النهاردة يا عم صالي؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست سيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشاريتيز اللي بتعملها؟ انت عارفه اي ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجاه اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجه، ام جست سينج بيكوز يو ار اسكينج ذاتس اول. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هان تعالي. عارفه يا ست نيلي، الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن اليها زي ما بتقف مع الناس الغلابه اللي زينا. اي أيوة والله يا رب اشوفك يا ست نيلي حاجه كبيره زيها. تعالي تعالي. ازيك يا جيسي؟ بصي شكلها عامله ازاي. يس شي لوكس جورجيس. هتضربي بالقلم على فكره. خلاص انتي متعصبه قوي كده يا نيلي، تعالي نمشي. ليتس جو. نمشي؟ يس. لا طبعا مش هنمشي. واتش اند ليرن. هاي جيسي. هاي هاي.
جود لك حبيبتي، ام سو هابي فور يو. بس كنت عايزه اقول لك حاجه، تقريبا الدرس اللي انت لابساه متخنك شويه، عاملك جناب كده زي كيم كارداشيان بس على وحش. تيك كير. يو ار سو جيلس، ات فيتس مي لايك جلوفز. يلا يسو. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. اهلا بيكم سيداتي سيداتي في حلقه جديده من برنامج بنات. تعالي نقعد هنا يسو، في شويه شمس. ستوب يا استاذه، يا استاذه معلش احنا بنصور هنا حضرتك. على فكره انا بقعد هنا كل يوم وثانك جاد ان انا سايباكوا اصلا تصوروا في النادي بتاعنا عشان بس هي صاحبتي انا اي لاف هير. احنا اسفين يا استاذه، ممكن تخشي كده بالكرسي شويه؟ اوكي. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. ومعنا النهارده الانسه جيسي، نحب نعرف منك يا جيسي تفاصيل حمله الالف بطانيه اللي انت عملتيها. والله انا في الفتره الاخيره يعني ابتديت الاحظ كده ان يعني مفيش اعمال فرديه عن فعل. يا استاذه، يا استاذه انا مش عارف اصور. على فكره انا كمان مش عارفه اتصور. ما تصورش يعني. معلش يا استاذ ممكن نعيد من الاول؟ ستاند باي اكشن. والله انا مش شايفه اللي انا عملته ده حاجه فظيعه يعني. يعني انا شايفه ان ده الطبيعي، يعني المفروض الغني يساعد الفقير، ان اي حد نبيل عايز الكوفي بتاعي. ستوب. لو سمحت يا استاذه احنا بنصور وبنسجل صوت. سوري هو انا صوتي طالع معاكم؟ انا قاعده ورا. يلا يا جماعه. انت معلش ثانيه واحده. نبيل هات لي الكوفي بتاعي بليز بسرعه، وما تعديش من هنا، عدي من ورا من عند سو عشان هي بتصور حرام. كملوا كملوا يلا. اند اكشن. تحب تقولي ايه لبنات جيلك؟ والله احب اقول يعني لكل البنات اللي في جيلي ان هو لازم يكون في حياتهم وقت للخير، يعني دي حاجه ضروريه. مش منكسي وحشتيني. ستوب. بعد اذنك ممكن اصور في مكان تاني عشان كده اوفر جدا. يلا يا جماعه. اوكي. ايه ده ايه ده، انتوا رايحين فين يا جماعه؟ ام اولموست دان. طب قولوا لي رايحين تصوروا فين عشان اجي معاكم. تعالي يا سو تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا بحب الخير قوي عشان الولاد تحبني.